بسم الله الرحمن الرحيم. نحن معكم في قناة عمو تلمي، ديوان أنا وحبي والحرمان. صاحب الديوان عمو تلمي، عدد 40 قصيدة، ونقرأ جزء من القصيدة. رقم عمو اكس اي 5 2 0002. عنوان القصيدة أحبك أحبك. قصة القصيدة في المقالة عن يسار القصيدة. قسما بي، قسما بما يدور من كواكبي، قسما بي ما يدور من كواكب في فضاء السماء، قسما بي ما تحويه البحور وكنوز غنائي، قسما بي ما على الأرض وبساتينها الزهراء. أحبك أحبك، نعم أنت فقط من أحبك. أحبك، نعم أنت فقط من أحبك. لك كل الأماني وسهد الليالي، ينطق نبض قلبي، ينطق نبض قلبي نداء باسمك. تبحث عنك عيناي، تبحث عنك عيناي بقرص شمسك، تبحث عنك عيناي بقرص شمسك. أراك تسبحين على ضوء القمر، سأكمل في القراءة. تم إضافة الكوبليه الأخير وهو رباعي. أعيد، قسما، طبعا عنوان القصيدة أحبك، قصة وقصيدة. قسما، طبعا عنوان القصيدة أحبك، قصة وقصيدة. قسما بي، قسما بما يدور من كواكب في فضاء السماء، قسما بي ما تحويه البحور وكنوز، ما تحويه البحور، ما تحويه البحور
وكنوز غنائي. قسما بي ما على الأرض وبساتينها الزهراء أحبك. قسما بي ما على الأرض وبساتينها الزهراء أحبك. نعم أنت فقط من أحبك، لك كل الأماني وسهد الليالي، لك كل الأماني وسهد الليالي. ينطق نبض قلبي نداء باسمك، تبحث عيناي، تبحث عنك عيناي، تبحث عنك عيناي بقرص شمسك، تبحث عنك عيناي بقرص شمسك. أراك تسبحين، أراك تسبحين على ضوء القمر، تختبين، تختبين بين السحاب فيهطل مطر، تختبين بين السحاب فيهطل مطر. ينطق نبض قلبي نداء باسمك، تبحث عنك عيناي بقرص شمسك. أراك تسبحين على ضوء القمر، تختبين، تختبين بين السحاب فيهطل مطر. هذا جزء من القصيدة، ونكمل القصيدة لنرى كيف هي القصيدة. هذه القصيدة غنائية، تبدأ بقافية الهمز العامودية، ثم ينتقل الشاعر لثلاثية أخرى، ولكن من الأبيات، ثلاثية بيتية، فصل بين العمود بكلمة أحبك لكي تعطي الكوبليه الأول. نكمل الكوبليه الثاني عما قريب.